السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. سنتعرف في هذا الفيديو على مشكل قد يقع فيه أحد المتابعين منكم، ولذلك أحببت مشاركته معكم حتى قد يفيد واحد من يحصل معه هذا المشكل. المشكل هو تقطع الإشارة كما يظهر لكم بهذا الشكل. جاءني أحد الجيران طلب مني يعني أن نقوم بحل هذا المشكل. طبعا لديه طبق مثبت على النايلسات والإشارة لديه في النايلسات ممتاز جدا، وعندما قام بتجربة أحد الأجهزة الأخرى وجد الإشارة جيدة وممتازة جدا، ولكن مع هذا الجهاز فهي ضعيفة وتنكسر كما تشاهدون، تتكسر بهذا الشكل. وحتى من بعد ما قمت ب أتيت بالجهاز الخاص به هو جربته عندي أنا، فنفس المشكل يعني يحصل مع الإشارة، وجربت العديد من الترددات أيضا الفيرتيكال والهوريزونتال ولم يحصل تغيير في الإشارة، يعني المشكل يحصل مع جميع الترددات سواء أفقي أو عمودي، فالمشكل هذا يحصل مع الجميع. وكما تشاهدون الإشارة تظهر ضعيفة جدا في التلفزيون، تذهب وتأتي وتذهب يعني بسرعة كما تشاهدون. سوف نحل هذا المشكل إن شاء الله، فتابعوا معي هذا الفيديو. مباشرة عندما قمت بفتح الجهاز بهذا الشكل، يعني قمت بفك البراغي الموجودة، ثلاثة براغي بهذا الشكل كما تشاهدون. عندما قمت بفك صراحة هذا الغطاء مباشرة ظهر معي مشكل في هذه المكتفة كما تشاهدون. في المشكل في هذه المكتفة فهي منتفخة كما تشاهدون يعني بهذا الشكل، إذا كانت تظهر لكم فهي منتفخة، ومن هنا كذلك تم يعني ظاهر أنها منتفخة. وكذلك فكل هذه المشكل يكون غالبا من هذه المكتفات جميعها، يعني تجد هذه المكتفات منتفخة بهذا الشكل، وهذه كلها سليمة بدون مشاكل، لكن هذه المكتفة فهي التي منها المشكل، سنقوم بتغييرها إن شاء الله وسوف نرى النتيجة في هذا الفيديو. يمكنك أن تقوم بشرائها من المحلات التي تبيع القطع الإلكترونية هذه، ويمكنك الحصول عليها أيضا من بوردة قديمة لديك مثل هذا الشكل. أنا قمت بنزع واحدة من هذه البوردة الصغيرة أيضا لجهاز آخر قديم لدي، وهي كالتالي، يعني يجب عليك أن تقوم بقراءة هذه الأرقام هنا كما تشاهدون 400 فولت و 22. هذه المكتفة كما تشاهدون فهي ممتازة، لأن ظهر هذا يعني هذا الفقاعة ليس منتفخ كالقديمة التي سوف ننزعها الآن. هي كما تشاهدون قمنا بنزعها، وكما تشاهدون فهي يعني منتفخة كما تشاهد. هذه التي سوف نقوم باستبدالها، وهي نفس القيمة تقريبا، ولكن كما تشاهدون في الظهر هنا فهذه مسطحة وهذه منتفخة، وكذلك في الأسفل كما تشاهدون فتلك القطعة هي منتفخة و يعني تالفة ليست صالحة، لا تحتاج إلى أن تقوم بتجربة الملتيمتر أو إلى غير ذلك، فهي تظهر أنها تالفة. سنقوم بتغيير هذه المكتفة التي انتزعناها من هذا التي انتزعناها من هذه البوردة، وسوف نقوم ونرى النتيجة إن شاء الله. دعونا نقوم بتركيب هذه المكتفة. حتى لا تقوم بتركيب هذه المكتفة مقلوبة أو شيء من هذا، فكما يظهر لكم هنا فهذه الأشرطة علامة ناقص هنا، تقوم بتثبيتها في هذا الجانب الذي هو تقوم بتركيبها في هذا الجانب المخطط، يعني هذا الجانب الذي عليه يعني تقوم بتركيبها بهذا الشكل كما تشاهد هكذا. هكذا سنقوم الآن بتلحيم يعني على هذا الشكل كما تشاهدون، قمنا بتلحيمها بتركيبها في مكان القديمة، وهكذا هي ملتحمة جيدا، يعني ليس لحام المحترفين لكنه هو يقوم بدوره. على العموم سنقوم بتجريبها الآن على الجهاز وسنرى هل تم حل المشكل الإشارة أو لا.
ودابا غادي نجربو ان شاء الله واش السينيال هل تم حل المشكل او لا. دعونا نرى الكمبيوتر كيف كل شيء ممكن. والان بعدما قمنا بتركيب الفيل في الكهرباء سنقوم بتجربه على التلفزيون. دعونا نرى كما تشاهدون هذا الجهاز يشتغل ونرى هل الإشارة مستقرة أو غير مستقرة. لا يتقطع الإشارة كما كان في الأول. دعونا نقوم بتجربة إشارة. الآن أصبحت ثابتة على الوضع العادي كما تشاهدون. وبهذا الشكل نكون قد حلينا المشكل. دعونا نقوم بتجربة مثلا القنوات التي كان فيها المشكل وهي قنوات NBC و القنوات التونسية أيضا كما تشاهدون. كانت هذه هي القنوات التي كانت عليها المشكلة كما شاهدنا في الأول. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.